افتتح وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ ياسمين فؤاد محطة جديدة للطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولي. يأتي الافتتاح لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي كذلك لأثار التغيرات المناخية. وقد تم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، وذلك تزامنا مع احتفالات وزارة الطيران المدني بعيدها 93 والذي جاء تحت شعار رؤية جديدة لتاريخ عريق.